والله هو بس ما كان سبسكرايب يلا شو رايكم تطبيق اوكي لحظة اتذكر اسمه. نروح المتجر، اذا نبي نلاقي نكتب هنا ممكن يطلع لكم تحملوه، بعد ما تحملوه تفتحوه. هو حاليا مقطع عن انكم كيف تصيروا هاك في ماينكرافت، هو شي تنصوري فايب. الحين زي ما انتم شايفين التطبيق عند تحمل، وبعد ما نحمله شوف كيف، بعد ما نحمله نصبر لين ما يحمل. والحين خلص تحميل، وبعد ما نحمله نفتحه نضغط هذول اللي هنا لين الصح. بعد ما نخلص شوفون هذول كلهم، لحظة بس هذا يخلص، بعد ما يخلص تحميل تنزلوه تحت، وبعدين نفعل هذا وهذا وهذول الثلاث تقولوا لا أي نفعل، نتفعل ذي راح فعلهم ورجع لكم. الأولى اللي هي الحمراء نضغط عليها، وبعدين نضغط الخدمات التي تم تثبيتها، نضغط اسم التطبيق وهذا الغير مفعل سماح، وكذا نكون خلصنا. بعدين نعمل هذه ونرجع لكم او نسويها قدامكم عشان تعرفوا كيف نسويها يعني. بعدين نضغط على تطبيق كيمابر اخر واحد وموافق موافق، بعدين نضغط على اللي في النص هنا، بعدين نضغط اخر تطبيق اللي هو كيمابر، بعدين هذا فعله كذا. بعد ما خلصنا راح يدخلنا هذا الاعدادات وكذا خلصنا كل شيء. بعدين بعد ما نحمله شوف تضغطون على الزائد، الحين نضغط الزائد، بعد ما نضغط تضغطون على الخضرة. انتو اذا شاشتكم كبيرة وعندكم ايباد بدون ما انكم تغير وتحط هذا نضغط هذا، بعد ما نضغطه تضغطون على الثالث اللي فوق، بعد ما نضغطه تدورون رقم F5 او الرقم حقه 135، ندور له نشوف وينه 135، هذا هو F5 نضغطه. بعد ما تضغطوا تضغطون على الحمراء وتعلوا الصوت، تضغطوا ونعلي الصوت يلا. بعد ما تضغطوا تعلوا الصوت وتنتظروا بس الوقت يخلص، بعد ما خلص الوقت تضغطوا حفظ، بعد ما تضغطوا حفظ تضغطوا لهنا عشان تبعدوه، نضغط على الثلاثة نضغط لهنا، نضغط على هذه، بعدين نضغط على اللي فوق، نضغط على اللي فوق، على فوق لو هذه، وبعدين الزائد مرة ثانية، بعدين الخضراء أو الزرقاء تلون على عندكم، ندور رقم 45 أو نسيت اسمه، يب 45 45 لا مو 35 45، هذا 45 هذا نضغط عليه، وقبل شوية عليت الصوت والحين خفض الصوت، نضغطه خفض الصوت. وبعدين بعد ما تسوون كذا تضغطون حفظ كذا، بس تنحفظ عندكم من هنا مرة ثانية عشان نتأكد صح كل شيء كان تمام. بعد ما تخلصوا الصوت لا ترفعوه عشان يمكن يخرب، بعدين تدخلوا ماينكرافت. بعد ما تشغلوا كل شيء تروح لإعدادات ماينكرافت وتروحوا للي هنا، لحظة بس يحمل هذا، تروح لهذا تشوفوا هذولي مو كذا F5، اوكي هغيرهم عشان تعرفوا بس انه كيف تسوي. تضغطوا على اول واحدة تضغط عليها تعلي الصوت، تضغطوا على الثانية اللي هنا تخفضوا الصوت، وبعدين تطلعوا خلاص تطلعوا تدخلوا اي عالم عندكم انتو تبوا تسووا فيه الهاك، تدخلوا كذا ندخل في العالم اللي ما يهم، اوكي يلا الحين بس خلي يدخلني. بعد ما يدخلكم العالم حقكم لحظة بس نشوف اللي ما يدخلني.
الحين دخلني العالم. قولوا لي كيف نشغلها هاك. تحلوا صوت شوفوا هذا التكسير، شوفوا الضرب كيف. لكن هو لازم انكم تضغطوا لتعلي الصوت. اسمعوا مرة، ولما تخفضوا الصوت لازم تكونوا ماسكين البلوكة عشان، لان هذا يبنيك. شوفوا بنالي هي، راح اوريكم حركة جدا اسطورية انكم تضغطوا هذا وهذا، او اذا تبون ترجعون لورا تضغطون هذا وهذا. انا افضل اني اجي قدام ولا اقول خلاص ورا. يلا صباعين تمسكوهم، تمسكوهم. شو قبل ما تمسكوهم وتمشوا خلوا كذا انه يبني، خفض الصوت على طول. شوف كيف يبني كأنها بالضبط، ما في اختلاف بين هاك وما في اختلاف بين هذا ايضا. اوكي انتم شايفين هذا بنيت بخمسة ثواني يمكن. الحين راح نشوف كيف بدنا نجي قدام. راح اوريكم حركة اسطورية جدا، لكن في السرفايفل تزبط اكثر. طيب شوفوا. لا اوكي لازم نعلق على ذا، نسيت. اوكي لحظة، لازم تكونوا ماشيين سريع. سوي ذا كذا، زي ما انتم شايفين في السرفايفل تكون ضغط اكثر فيض. لو تكون في بلوكة عندكم تخلوا هذا كذا مضبوط، فالصعود راح يكون في يعني مو كثير يعني فايب. شوف كيف، شوفوا كيف راح ابني سريع الحين. اوكي مو كذا بس. اوكي صراحة انه فايض الحين حنهي الفيديو، بس شوفوا حنسينا اهم حاجة في بداية الفيديو، نحدد عدد اللايكات في كل الحلقات. صايرة ابدا ما اسوي فيها عدد اللايكات ابدا، مو قاعدة ماني صايرة قاعدة اسوي عدد اللايكات. فهذا الفيديو لو وصلتوا 50 لايك، مو 50 ألف، 50 لايك، راح ان شاء الله في الحلقة اللي بعدها راح اسوي فيس كام، لان احس من زمان ما اسوي فيس كام. راح اسوي فيس كام يعني ان شاء الله. فيو الحلقة اللي بعدها اللي وصلتوها، اللي وصلتوها هذا هذه الحلقة بكون توصلوا 50 لايك. الحلقة الثانية اوعدكم انه فيس كام، يعني ان شاء الله فيس كام، لكن فيس كام انا ما اسوي كثير. فيب انا اذا شفتوني ما صرت اسوي فيس كام اعرف انه يعني خلاص ما اقدر اسوي اني اطلع وجهي في اليوتيوب. فيب انا راح استمر بالفيس كام لين ما يصير عمري 10، انا الحين 8. فيب لما يصير عمري 10 ما راح اصير اسوي لكم فيس كام ابدا ابدا ابدا. فيبقى ان شاء الله فيس كام في اي حلقة راح تكون حلقة ثانية ان شاء الله اذا وصلتوا 50 لايك، شرط 50 لايك. فيبقى وصلت لنا وطلت لايك شير سبسكرايب، بس باي باي.